انا شرحته في البوست وجيت ولا تشغل دماغك بيه. اللي انا عايزك تاخد بالك بيها انك هتبع السبوره. مين كان بيقول الدنيا ساحت؟ بعد ما خلص يقول لي الدنيا ساحت معاه. لا، عشان لو كان كده نقدر نعرف نكستمايز الدنيا. انا النهارده اول ما جيت بدات كتبت الفورم. الفورم دي عشان امسك الداتا من البراوزر للسيرفر. فتحت الفورم دي ازاي او شكل الفورم ازاي؟ تفتح التاج بتاع الفورم وتقفل التاج بتاع مين؟ بتاع الفورم. في المشاكل دي؟ لا. بعد كده خدت مين؟ تاني حاجة جوه الفورم لقيت شوية حاجات كده اسمها انبوت، حاجة اسمها مين؟ انبوت. الانبوت ده بيتفتح ازاي التاج بتاعته؟ انبوت وهو سيلف كلوز. بيحتوي على خاصية اسمها مين؟ تايب. وفضلنا في التايب ده نلعب معاه شوية. اللي هو تكست، باسورد، ايميل، كذا كذا. يعني انت لو كتبت تايب وبصيت لهم كده من اسمهم هتعرفهم. واحد مكتوب تايب ديت. واحد مكتوب تايب ايميل. واحد مكتوب تايب باسورد. محتاج حاجة؟ بعد كده انتقلنا من الانبوت، قعدنا شويه كتار مع التايب وشفناهم كلهم تايب فايل تايب كذا لحد كده. متلخبط ولا الدنيا حلوه؟ طيب. بعد كده خدنا حاجه اسمها مين؟ سيلكت. اللي هي السيلكشن دي، السيلكشن دي، السيلكشن دي التاج بتاعتها تتفتح سيلكشن وجواها كذا مين؟ اوبشن. بس مش عايزك تركز على حاجه ثانيه. شوف بقى الهري اللي انا هريته ده مش تعرف. عايز تبص له ده من باب المعرفه ليه. الدنيا برضه لسه تايه، دخلت في بعض، باظت. انا اسف ان انا بدخلكم في قصص تعب كده، بس انا عايزك تاخد حاجه، تاخد كل محتوياتها. انا مش عايزك تاخد كشور وتجري. ما هو ناخد كشور ونجري هتلاقي نفسك في نفسك تعمل كده. طب دي اعملها كده؟ طب ازاي اعملها؟ هتلاقي نفسك بتفضل تفكر بتاع 50 60 ساعه عشان تيجي توصل لحاجه. لكن لما انت عندك معلومه هنا، معلومة هنا، معلومة هنا، معلومة هنا، معلومة هنا، تبدأ لما دي قدامك مشكلة، احنا عملنا حاجة زي كده، عملنا شبه كده، عارف كل حاجة. فأنا ممكن يكون ضغطت عليكم إن أنا مثلا كنت بدخلكم في تفاصيل أكتر. فإحنا نحاول إحنا في الهادي كده نخلي التفاصيل دي مركونة لما بعد. خلاص؟ في مشكلة في النقطة ده؟ ها؟ في حد تايه الدنيا معاك؟ سام، في حاجة تانية معاك؟ تمام؟ أنت اللي بتقول تمام ولا إيه؟ أنا بقيس عليك، بقيس عليك، ما تظلمش الناس. طيب، أنا مش قصدي أقيس على حد معين، لأ، كلكم واحد وكلكم بالنسبة لي واحد، وهي بس إيه ممكن أكون واحد مش نايم، واحد مش مركز النظر عادي يعني، ده الطبيعي. أنا مش قصدي أدوس على حد، بس أنا شايف إن معانا وقت، ودام معانا وقت، إحنا في البدايات في الـ HTML لسه في الخفاف كده ندوس شوية. ال HTML هتبص على الريفرنس دي، واحنا ما خلصناش HTML، احنا هنيجي في CSS هنكتب HTML. طيب نقفل كده، نقفل كل حاجه. ده التاسك بتاعكم. خلاص؟ في مشكله في كده؟ ده التاسك الاولاني. في حاجه مش هتتعمل؟ شايف تتعمل؟ طيب ده التاسك الاولاني. نفتحه ازاي؟ اتنين على بعض ازاي؟ مثلا صوره الجندر بيك ان شاء الله دي؟ ده كده روز بان. ده روز بان. انا احطها لكم في المحاضره يعني. هناخده كله بقى زي كل مره؟ احطها لكم في المحاضره يعني، كده كده بتاخدوها في المحاضره يعني زي المره اللي فاتت كده. عشان ما انساش برضه. فرايدي بيك ان شاء الله. التاسك التاني بقى التاسك التاني. التاسك التاني هيبقى كده يا شباب. انتوا كلكم عملتوا السي في صح؟ طيب انا هعمل التاسك كده. هيبقى هنا زرار معمول عليه سي في، لينك كده سي في. بالمناسبه يا شباب، هو اللينك ممكن اعمل بطن؟
اجيب اي جوه البطن واحط لينك او الاتش دي احط جوه البطن صح او العكس صح. طيب انا عايز اعمل كده ده لينك ادوس على السي دي يفتح لي التاسك بتاعك اللي هو بتاع النهارده يفتح لي الصفحه بتاعتك النهارده اللي هو بتاع المره اللي فاتت اللي هو التاسك اللي هو التاسك الاول اللي هو بتاع السي في. طيب وهي الزرار الثاني هنا كده اللي هو اللوجن يفتح لي صفحه مين اللوجن لا اللوجن وصفحه ثانيه اسمها ريجستر يفتح لي الصفحه للريجستريشن. اللوجن ده بيبقى فيها يوزر نيم وباسورد سيشن اللي هو البيانات اللي هي موجوده دي تمام. وتعالى في التاسك دي اللي هي بتاع السي في الصفحه اللي اتفتحت دي انا عايز مكتوب هنا لينك اوبجكتيف بيرسونال داتا سكيلز اكسبيرينس دي لينكات اول ما ادوس على سكيلز سكرول على مين السكيلز اللي عندك يجيب السكيلز اللي عندك اول ما ادوس على اوبجكتيف يروح ينزل على مين اوبجكت الداتا بتاعتك البيرسونال داتا في مين اول ما ادوس عليها راح يفتح لي مين الداتا بتاعتك مش السي في بتاعك ما يتكون بالشكل اللي هو اوبجكت اكسبيرينس مش عارف ايه او ادوس على اللينك اللي فوق ده راح يعمل لي سكرول على مين على الحاجه بتاعتي فاهم الفكره ولا لسه زي اللي عملناها لو دي ينزل سكرول في نفس البيج في نفس البيج خلاص كده ماشي. طيب يبقى انت كم صفحه عندي صفحه اثنين هتبقى لوجن هتبقى لوجن وصفحه ثالثه لامين ريجستر وصفحه رابعه ربطها خلاص. ويا سلام لو تكرر المنيو دي في الكل عشان لما اروح افتح دي اعرف افتح الثانيه ولما اروح افتح دي اعرف افتح الثالثه لما افتح دي يعني تكرر في الصفحه كلها زي لما تروح اي صفحه في اول البروجكت كده تلاقي البنيو اللي فوق ده موجوده في كل الصفحات في مشكله في النقطه بس بتاع السي في ده حاجه ثانيه لينكات ثانيه خاصه بيها هي. حد فاهم الفكره ولا اوريكم مثال من زمايلكم برضو؟ طيب مش عارف عندي برضه التاسكات فين اهو البارتيشن بيتملى وبروح مدلته مالا اروح مدلته لسه مدلت 50 جيجا فين التاسك تاسك في البروجكت بدي شفناه قبل كده ادي سي في ده بتاع التاسك ده كان المحاضره الاولى دي ولا ايه بص زي حاجه كده بس هو ما بينزلوش ليه اه بينزل اه حاجه زي كده شباب سي في سكيلز بس كده بغض النظر عن ها دول ده لينك ولا اللي فوق ان هو دول ده لينكات ودي لينكات بس لينكات جوه زراير دي لينكات عاديه لينكات اللي فوق دي بتوديك على الصفحات الثانيه اه صح كده ما هو ده اللي بحكي فيه اللي انا بقول لك المنيو اللي فوق دي هتبقى بص اه اباوت اس دي شاشه اللوجن اول ما ادوس على اللوجن يفتح لي دي ادوس على الريجستريشن يفتح لي دي ادوس على كذا اما السي في انا عايزه تبقى فيه مثلا حاجه زي كده بس خلاص واضحه الفكره الشريط اللي فوق ده اللي هو الريجستريشن واللوجن السي في ده ثبته ازاي في باسورد اخده كوبي زي ما هو خده كوبي خلاص
او اكتبهم تاني. ماشي، صلوا وتاني نرجع نكمل.